آخر مستمعة معنا في هذه الساعة هي السيدة نورة من برشيد. صباح النور للا نورة. صباح النور أختي. أش أخبارك؟ الحمد لله لاباس لحظتك. كي داير الجو عندكم في برشيد؟ كاين شي برد شي صهد؟ وي الحرارة. الحرارة عندكم أنتم، احنا اليوم شوية الجو مبرد عندنا في الرباط، ولا ما عرفت أنا داخل الاستوديو بارد. واقيلا الاستوديو بارد. يمكن. نعم للا نورة، شنو تعطينا قلتي لي حلوة الهلال ياك؟ يلا. عندنا رابعة الكاوكاو. حمر ومهرمش، بغيتي تهرمشي بغيتي تطحني واخا. عندنا رابعة زنزان محمر. عندنا مارغارين بلا ما نقولوا الزبدة ديال الحلوة. عندنا ربعة البيضات. عندنا جوج كيسان سنيدة. جوج كيسان زيت. خمارة وفاني. خمارة وفاني ودقيق حسب الخليط. واخ ايوا نجمعوا الخليط. لا تنعاود هاد المقادير لالا نورة، يعني هادي حلوة ديال الهلال، هادو من الحلاوي القدامين اللي كنا كنصاوبوهم، يمكن بعدنا عليهم، ولكن دائما كترجع شي حاجة قديمة وكانت عندها واحد الدواء واحد الشكل خاص كتبقى ديما كيبقى زوين. انا كنحتاجو ليها الرابعة ديال الكاوكاو محمر ومهرمش، الرابعه ديال الزنجلان محمر، الزبده يعني جهد ربعه الزبده 250 غرام غتكون ياك، وربعه ديال البيضات، جوج كيسان ديال السنيده، جوج كيسان ديال الزيت، خماره فاني ودقيق حسب الخليط. وعندنا ربعه السكر كلاصي للتفنيد. ربعه السكر كلاصي للتفنيد تزين يعني. يلا البيض والسنيده والزبده ونجنهم كما العاده كلهم واقفين، والزيت والكاوكاو كل شيء العناصر كنخلطوها كل شيء ونجمعوها مزيان ونديروها على شكل هلال. اييه كنقطعوها بالطابع ياك هادي؟ لا بالايد نحطوها يعني نديروها طويله ومنين نحطوها في اللاطه نديروها على شكل صبيعات ونصاوبوها هلال ونحطوها في اللاطه مدهونه. كنفندوها في سكر كلاصي في الاول ياك، ولا حتى كتخرج تطيب عاد كنديروها في سكر كلاصي. نفندوها في سكر كلاصي وهي سخونه. تبارك الله عليك نورة. تبارك الله عليك نورة. بارك الله فيك أختي. شكرا لك، شكرا لك نورة على هاد الحليوة هادي، ومشكورين مستمعاتنا كاملين اللي كتابعونا ومستمعين حتى نتوما فين ما كنتوا داخل الوطن أو خارجه، التواصل دائما مع